بدي اشرب قهوة. اللي صار مو صح، تصرفنا بطريقة غلط، كنت لازم اتصرف بطريقة تانية معه. عم بقول بدي اشرب قهوة، ليش الموضوع اخد عقلك؟ تعرف اني بنزعج وقت بدي اعمل شي وما اعمله. صباح الخير. صباح النور. كأنه كنتوا عم تحكوا وقطعتكن. لا تخجلوا مني، أنا مو غريبة، أنا شريكتكن هلأ. يا ترى في شي ما بينحكى قدامي؟ لا أنت ما قطعتينا، بس عم فكر زور الشيف رامز مشان وصفة الحلو. أمي قالت يمكن تكون عنده، هذا كل الموضوع. طبعا طبعا، وأنا كنت عم قله بتمنى ترجع بأخبار منيحة وتعرف الوصفة، وأنت إجيتي بهي اللحظة. إيه خلص، تعا أخدك لهنيك بدل ما ضل هون وازعج حدا بنقي، بكون عم بعمل شي مفيد. ماشي، ما عندك مشكلة نروح سوا؟ يلا نروح، امشي. شو رأيك نفطر بشي محل قبل ما نشوف الشيف؟ ليش لا؟ ايه، شو رح تخبرها؟ لا ابدا، ما رح اقدر القطك ولا مرة يعني؟ بيلين ليكي، نحن عنا شغل، الشي يلي جاي مشانه لازم تأجليه. وانا جاية مشان الشغل. انت امبارح شو قلت؟ مو قلت لي اليوم لازم نحكي مشان الشغل؟ ما قلت اليوم بيلين، قلت بعدين. ايه ماشي، بعدين هو اليوم. انا جعت كتير. طيب بولينت، فيك تناقش قائمة الاكل مع بيلين؟ ايه سيد ألبير. صح، اتصلت فيك مشان نقل الأسهم لألي، بس من يومين. شو قصدك هلأ؟ يعني فورا؟ بس أنا هلأ مرتبطة بموعد ضروري وما بظن بقدر أجي. طيب ماشي، مسافة الطريق. ماشي. هذا المحامي؟ اتصلت فيه من يومين مشان الأسهم، بس هلأ لازم روح لعنده فورا. طيب روحي، رح روح لحالي. طيب بشوفك بعدين. بشوفك. معناها أنا هلأ بوصلك. أساساً كتير عجقة وفي وقت نحكي بالسيارة، رح يكون في عنا وقت لنحكي بكل قصص الشغل. لو سمحت قلي برأيك هالحكي مو منطقي؟ برأيي أنا منطقي، لازم تحكوا لأنه أنا كمان ما فهمت قصة السعرات الحرارية. روحوا انبسطوا. ماشي. كيف كانت ليلتك؟ ليلة مبارح؟ ايه؟ منيحة، كانت منيحة. منيحة كتير يعني؟ ولا شوي؟ انت شو بدك تعرفي بيلين؟ يعني كانت ليلة عادية مثل كل الليالي. شوف، لا مو هيك قصدي، بس لأنه كان مزاجك معكر. قصدي لأنك قلت إنه موعد مهم، لهيك سألتك لشوف إذا صار معك شي سيء. بالعكس، طمني بالك، كانت كتير حلوة، حتى أني واجهت شخص ما بحبه هنيك وما قدر يعكر مزاجي، وتسلينا كتير عن جد. ومين هالشخص؟ ما بتعرفي؟ ايه، وامتى العرس؟ عرس شو؟ ما بعرف، القصة بلشت بشراكة بالشغل وبعدين مواعيد وهلأ صرتوا عم تتسلوا، فأكيد العرس ما رح يطول. عفواً بيلين، بس كأنك مهتمة زيادة بحياتي الخاصة، مهم؟ بيّن من ردة فعلك إنه العرس قريب. ما جاوبتي على سؤالي، ليش مهتمة بحياتي الخاصة كتير؟ قولي. لا، ليش لكون مهتمة بحياتك الخاصة؟ أنت جنيت شي؟ مو أنا مبسوطة كتير هلأ، حابة الكل يكون مبسوط مثلي، هالشي كتير طبيعي، بتصير دائماً على فكرة. شوفي يا عادي. تعرف شو؟ وأنا مبارح قضيت ليلة غير شكل. بالله جد؟ ليكي، وأنا حابة بسألك، مع مين كنتي؟ مع مين؟ أكيد مع تولجا. ليش أنا أصلاً في بحياتي حدا غيره؟ وأنتي كنتي معه مبارح؟ ليش استغربت؟ مو هيك، ما استغربت، ليش لا استغرب؟ ايه ماشي، هو يمكن غلط كتير وقت تركني، بس ما هيك خليني اقول لك. لو سمحتي، اذا هذا السر عن تولجا احكي مع رفقاتك،
مو ظابطة تقولي لي يا مزبوط؟ بس انت عم تحكي لي عن ليلتك مع جيداء وكيف تسليت وهذا شو اسمه؟ انا حكيت لك؟ ايه؟ انت اكيد عم تمزحي، ما حكيت لك شي بنوب؟ رح خبرك. ماشي صح، هو تركني بس عن جد هالشي اجى لصالحي بالاخير، لانه هو هلا رجع رجال مختلف تماما ومهتم بحدا غيري وما في بعد عني ولا لحظة واحدة حتى. طيب الله يهنيكم. طولقة عم يتصل، رح يقلق المسكين إذا ما رديت عليه. ألو طولقة حبيبي. حبيبتي كيفك؟ اتصلت لأطمن عنك. إيه تسلم لقلبي، خايف علي مو هيك؟ أنا هلأ مشغولة بس أكيد رح حاكيك لما خلص. إيه ماشي حبيبتي، باي. إيه حبيبي منحكي بعدين، يلا باي. هلأ ارتحت؟ لسه ما حكى له، هذا الشيف كان رح يخرب لنا كل شي لو حكى. عم يتطمن علي. شو في شي زعجك؟ بنوب أنا منيح. يلا خلينا نروح، في عنا شغل كتير. ايه طيب. شكرا لك. يسلموا. بتعرفي انه نحن عم نعمل غلط مو؟ لك نحن سمحنا له يلعب ببنتنا الوحيدة. لك وين اللعب يا رضا؟ كيف يعني وين اللعب؟ نحن عم نعمل شغلات من ورا ظهرها للبنت. انا ما رح اسمح بهالشيء. لا انت هيك رح تغلط كتير يا رضا. اسمعني استنى، انا كنت اجي مع بابا كتير على هيك محلات وقت كنت صغيرة. انت فيك تتركني هون وترجع تجيبني بعد اسبوع، بتلاقيني ما رح مل. كأنك نسيتي هدف جيتنا لهون. معقول انسى؟ يي ليك انت بتحب هاي الشغلات كتير. ألو؟ إيه بابا؟ بنتي حبيبتي أنا لازم أحكي معك بموضوع مهم. وينك هلا؟ بابا أنا هلا بمكان معجوق وما عم بقدر أسمعك منيح. ما في شيء مهم بنتي. سهيلة سهيلة رجعي الموبايل. هات الموبايل. سهيلة هات الموبايل. ما رح تقول ماما. بيلين يلا بقى. يا بنتي قلت لك ما في شيء مهم. هات إيدك. شو صار لك سهيلة؟ شو صار؟ ألو؟ يا الله على هالقصة. شوفي يمكن قرروا ينفصلوا مرة تانية. مين؟ ماما وبابا. على طول هن بيتخانقوا عندهم مشاكل مثل هي وقرروا ينفصلوا من فترة كمان. سهيلة شو صار لك؟ قومي حبيبتي يا روحي قومي. لك فتحي عيونك مشان الله. يعني أنا قتلتك؟ أنا خرب بيتي معلم. لك سكوت بقى، عملتها ميتة. خرب بيتي اللي لساتها عايشة. الله يخليك اللي فتح عيونك سهيلة يا قلبي، فتح عيونك قولي لي إنك بخير. أنا بموت ملاكي. ما رح تقول شي لبنتك يا رضا. لساتها عم تحكي بالقصة. يلا خلينا نروح المستشفى ساعدها. الله نجاها لساتها عايشة. أنا منيحة ما بدي مستشفى، أهم شي لا تقلها هيك بطيب. لك في سيارة دعستك ولساتك عم تحكي بنفس السيرة. شو أنا اللي فتت تحت السيارة؟ ما شفته هو ضربني؟ آه يمكن تكون مخطط أنت وياه، ما بستغرب هالشي. لا لا معقول أنا أعمل هيك معك؟ مستحيل أعمل هيك شي. والله يا سهيلة أنت خوفي، بس ما رح أستسلم ورح أروح لعم بنتي هلا. لك أن طلقني. والله إذا رحت أنا بدي أتركك يا رضا. يا شو حلوين. مرحبا. اهلا وسهلا. شو سعره هاد؟ مرحبا اخي. انت بتعرف وين بالضبط محله للشيف رامز؟ هو كتير مشهور ومعروف. ايه هو مشهور كتير. ليك روح دغري وبعدها روح على اليمين، بيصير المحل بنهايه الشارع. ماشي قلت لي دغري. ايه. شكرا لك عزبتك. مبين كتير حلو عليكي انت اللي عملتي هدول. انا عملته. انا كمان بحب الاحجار الطبيعيه كتير. عندك شي طوق مصنوع منه؟ ايه اكيد. خدي وقتك، اصلا نحن اجينا لهون لحتى نتسوق. لا بس شوف الطوق كتير حلو، كمان الطريقه المصنوع فيها بتجنن، وهذا شغل يدوي. ليك شوف الطوق هذا الوانه كتير حلوه. طلع ايه حلو، بس نحن اجينا لهون وفي عنا هدف محدد. تعالي لحالك مره ثانيه وتسوقي. اوكي فظيع. انت ما فيك تنبسط دقيقتين بس؟ انا سابق الحقيني. انا سابق الحقيني.
شيف رامز نايم، ليه كيف صاير ختيار كتير؟ عن جد هو كبرى وما تغير كتير. شيف رامز، عمو رامز، لا ما رح بيع المحل، ما رح بيع مطعمي، ما عندي شي للبيع. تمام شيف رامز، روق، ما بدنا نشتري، انت غلطان. انا قلت لك يا صهري ما بدي بيع مطعمي بنوب. يمكن عم يخربط شوي. انت شبهتني لحدا تاني شيف رامز، انا مو صهرك. شو مفكريني خرفت؟ انت جاي لتزور توقيعي؟ بس ما رح تقدر. لا عم رامز، قديش كان هذا المحل حلو من قبل؟ ما رح بيع شي. أكيد ما لازم تبيعه. تعال تعال وقعد معنا هون، القعدة أحلى من جوا بكتير. تعال، جيل هالأيام ما عم يفهم قيمة الأملاك هاي، ما هيك يا عم؟ فوراً صاروا بدهم يبيعوا. حكيك حلو يا بنتي. من أي عيلة أنت يا حلوة؟ أم رامز، عيلتي ما بظنك بتعرف حدا منهم، بس أنت كنت بتعرف أبو لرفيقي، هو كان مثلك تماماً يشتغل شيف، كنتوا رفقات كتير أنت وياه. أنا ابنه لعدنان، تذكرتني؟ تانكوت صح. كنت صغير منفوخ مثل البرميل، حتى كانوا الكل يضحكوا عليك. بالأول فكرتني صهرك وهلأ تذكرت كل شي عمو. هلأ أنت ما شاء الله كبران وحليان. بصراحة أنا لما رجعت شفته استغربت كتير، لأنه صاير بجنن وكتير حلو. بقصد انه هلأ نحف وتغير شوي، صار احلى هيك احسن. ايه ما شاء الله حليانه متغير، يوم الطهور تبعه حطينا الراحة بتمه مشان ما يبكي، لهيك هو ما بكي وبالاخر صار يبكي، ولما خلصت الراحة اتذكر وجعه. هات لشوف شو متذكر كمان من طفولته. بالله يعني نحن اجينا لهون مشان هيك لنعرف ذكرياتي وانت تضحكي علي؟ ما ايه معك حق، هو صار يحكي عن هالقصص وانا اندمجت معه. عمو رامز، نحن اجينا لهون مشان نسألك عن دفتر أبي القديم. عرفته، الدفتر الأسود. ايه كان اسم أبوك مكتوب عليه. ايه هذا هو. طيب هالدفتر عندك، بتعرف وينه شي؟ شيف طلبك هلأ وصل، يلا بعت الشباب لينزلوا. ايه تأخرت، أنا بعتت الشباب على البيت. لو سمحت السيارة بنص الطريق، ما عندك شي حل؟ بترجاك يلا. تانكوت ابني، تعا ساعدني بالطلبية، روح وحرك حالك. قوم تكرم عمو. ايه يلا احكي لي كمان عن طفولة سنان شيف. خليني اجيب لك شي تاكلي بالاول. لا شكرا كثير، ماني جوعانة. ما بدك يصير بيننا خبز وملح؟ لا لا عن جد شبعانة، يسلموا. لكن رح ناكل حلو. الو، هذا مو تليفون سنان؟ ايه هذا تليفون سنان. بلين هاي انت؟ ايه انا، في شي ضروري؟ اعطيني سنان لو سمحتي. حبيبتي بصراحه سنان مشغول كتير هلا، بقول له انك اتصلتي وهو بيرجع بيتصل فيكي. بس انا بدي سنان هلا. لا هاي سكرت بوشي. هذا سنان؟ سنان ما بيعمل هيك شي. لا خالي، سنان ما رد علي، بلين اللي ردت. ما قلتي لي انه سنان قال لها على هي البنت؟ لك هي ما بتلحق تروح وفورا بتلاقيها رجعت، وانا ما بعرف شو اللي بدي اعمله بنوب. عن جد غريبه، كل شيء صار غريب. يعني هو بيقلعها وهي بترجع لتشوفه. بنات هي الايام صاروا غريبين وقوايا كثير، ونحن شو لازم نعمل؟ يعني لازم نفكر بشي طريقه لحتى نشيلها من الوش. وعلى فكره خالي، هالبنت كثير مايعه. انتي لا تاكلي هم بنتي، انا اساسا صهري وجع لي راسي كتير،
ما بدي كنتي تعمل هيك كمان. إن شاء الله إن شاء الله حقي، لأنه ابني الوحيد وما عندي غيره، لهيك أنا أكيد ما رح خليه يتزوج مين ما كان. خلصية ما حبيتيها؟ لا بالعكس كتير طيبة يسلموا، بس أنا ما بحب السكر كل هالقد لأنه ما بقدر كتر منه. هي كلها على بعضها قطع صغيرة، أكيد فيك تاكليها. لا تتركيها، كلي. هذا كان آخر واحد عم. هدول بكفونا لأسبوع، برافو عليك. إيه فعلاً. خلينا نرجع لموضوع الدفتر. أي دفتر؟ اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، الدفتر تبع أبي. إيه أنا ما قدرت لاقي له الدفتر. هو عندك شي؟ يمكن فيك تقلي وينه؟ ما بعرف، أنا ما شفته بسنين، بس وقت اللي قلت لي عليه كأني تذكرته وتذكرت شكله. أكيد ضاع، ما راح لاقيه أبدا. بس هاي الوصفة؟ هاي؟ القلب الذهبي. تمام، كنت عم دور على الدفتر مشان هاي الوصفة، وأنا دورت عليها كمان. هلأ عم أعملها عقد ما بتذكر كيف كانت، مو مثل وصفة أبوك. مو مثل وصفة أبي بنوب. يعني ناقص شيء؟ إيه بابا لما كان يعمل هاي الوصفة بإيده تاكلي وبتحسي حالك بين الورد، بتحسي بنسمة عم تشرح قلبك، وبتحسي حالك طايرة. فهمتي شو قصدي؟ بصراحة وصلني كل الشعور اللي كنت تحس فيه لما تاكلها. يعني بتحسي بإحساس منعش كتير. يعني مثل النعنع مو هيك؟ النعنع هو الوحيد اللي بينعش. لا لا مو هيك، النعنع حد شوي، يعني هي شي تاني، ما بعرف كيف اشرح لك. كانت وصفة مختلفة، يعني مثل وكأنك عم تاكلي حلو مخبوز، وهذا الحلو معبى بالفواكه. برافو، عن جد برافو عليك، كانت هيك بالضبط. طيب شو اللي كان يخلي طعمتها هيك عمو؟ كنت ضفت لها اياه لو بعرفه. اكيد معك حق عمو. حاسه انك رح تعرفه. هيك رايك؟ طيب انت جرب، شو خسران، بعدين عندك اغلب مكوناتها. واهم شغله فيها انا اللي لازم لاقيها. أكيد رح تلاقي، أنا بوثق فيك. اسمع حكي مرتك. لا عمو، نحن مو متزوجين. أي لا تمشي معها كتير، عيب عليك، ليك ما أحلاها، روح تزوجها أحسن. برأيي لازم نروح من هون هلا، لأنه عمو رامز إذا بقينا هون رح يزوجنا. Sen dur ben öyle.